هذا سائل من روسيا يقول: بعض الناس عندنا ينتسبون إلى الإسلام لكنهم لا يعرفون أنه توجد شهادة فضلاً عن معرفة معناها. يقول: هذا من تقصيركم، بينوا لهم، بينوا لهم. يجب على طلبة العلم في روسيا أو في غيرها أن يبينوا لهم، ويجب على العلماء أنهم يتكلمون في وسائل الإعلام حتى تبلغ دعوتهم للمشارق والمغارب، يبينون للناس، يستخدمون هذه الوسائل للدعوة إلى الله عز وجل في القريب والبعيد. نعمة من الله عز وجل لو أننا استغليناها استغلالا صحيحا. نعم.